مدخله بابه. المدخل الاول الغفلة. الغفلة يعني ايه؟ الغفلة هو ان تكون قد علمت شيئا ولكنك غفلت عنه. غفلت عنه ليه؟ لانك لم تجعله دائما في بؤرة شعورك. ايه يعني في بؤرة شعورك؟ قال لك العقل يستقبل المعلومات مرة واحدة. اياك ان تظن ان في عقل بيستقبل المعلومات ويفهمها من مرة، وفي عقل بيستخدمها من مرتين، وفي عقل من ثلاث مرات، وفي عقل من اربعة، وفي عقل من عشرين. هو العقل زي الفوتوغرافيا، يستقبل المعلومة مرة واحدة. ولكن المهم ان يكون وقت استقبال المعلومة خاليا من غيرها. ان كان فيه غيره ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فعايز المسألة تلتقطها مرة واحدة، اخلي ذهنك من غيرها. لازم المعنى الاول يتزحزح كده. ولذلك العلماء يقول لك ايه؟ دي بؤرة الشعور ودي حاشية الشعور. يبقى فيه المعلومة جت وانتقل. انت لما تيجي تقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انت بصدد بسم الله الرحمن الرحيم. ساعه وتكون بصدد بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى لازم خليت من مين؟ من اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني راحت بؤره الشعور، ودي مرت كده زي المنظر ما بنشوفه، دي تمر كده وتمر. ان فضلت في البؤره تيجي المعلومه الجديده، تجد البؤره مشغوله، تبقى غفله عنها، ما تعرفهاش. ولذلك قلنا ان اللي عايز يبقى يستقبل المعلومه مره واحده، ساعه ما بيكون بصدد حاجه ينفض ذهنه من الشيء الاخر. انت بتذاكر، وانت بتذاكر كده اوعى تيجي في بالك هتتغدى ايه النهارده، طب هتروح فين بعد ما تخلص، مش عارف ايه، طب هتلبس ايه. انشغلت ذهنك بحاجه وانت بتذاكر، الحته اللي انت شغلت نفسك فيها بمعلومه جديده تروح، تقوم تضطر ايه؟ تعيد ثاني علشان تصادف كل جزئيه بؤره شعور خاليه. ذلك ضربنا مره مثلا للتلميذ. التلميذ ما ذاكرش، ثم ذهب الى الامتحان فقابله اصدقائه وقالوا له انت ذاكرت؟ قال والله ما ذاكرتش. قال له طب ده خايف، ده الحته الفلانيه هيجي منها سؤال، السؤال هيجي كذا كذا كذا، لان الناس قالوا لنا باي وسيله يعني. يوم يخطف كتاب من واحد زميله ويفتح الايه الكتاب، هو طالع على السلم ولا داخل الحوش ولا، ويقعد ويقفل الكتاب ويدخل يلاقي السؤال جه، يعمل ايه؟ يروح نص زي ما عرفه. ده ما فيش، ده ما قروش الا مره واحده. قال لك لان دي مش مره بقى، لانها فرصه. مش هيقعد يفكر هياكل ايه ويشرب ايه ومش عارف هو فيها ولا فيه، تبقى هي مره واحده. يقول يبقى يمكن يغلب مين؟ يغلب اللي قاعد يذاكر بقاله مده ومش عارف ايه، ويقول لك يا اخي ازاي ده ذاكر؟ ما هي دي بقى طلاقه القدره، مش في ان الاسباب هي الفاعله. واحد طفحان الدم في المذاكره وتيجي تغيب عنه، وواحد ما ذاكرش ويدخل كده واحد يقول له ليه؟ روح بس الكتاب. الله، ايه المساله دي؟ تبقى دي طلاقة الايه؟ علشان ما نؤمنش بان الاسباب هي الفاعلة في كل ايه؟ هي الفاعلة في كل شيء، بل فوق الاسباب ايه؟ فوق الاسباب مسبب. فساعة العقل بقى ما يجي خلص العقل من المعلومة غيرها. ولذلك التلميذ الذكي اللي عايز يذاكر بجد يعمل عملية اسمها في علم النفس عملية الاستصحاب. ايه الاستصحاب؟ انت وانت بتذاكر القضية امسك صفحة وذاكر الباب، استصحب انك انت هتسأل نفسك عن اللي قريته في الصفحة دي ايه. وبعد ما تخلص الصفحة اقفل الكتاب. طب انا قريت الصفحة دي، ما هي المعلومات الجديدة التي لم اكن اعلمها ثم علمتها؟ ما هي الالفاظ التي طرأت علي في هذه الصفحة وما كنتش اعرفها قبل كده؟ ايه الافكار اللي صححت لي وكنت عارفها غلط؟ فانت لما تعمل نفسك انك هتسأل نفسك الاسئله دي، تقوم ساعه وانت بتطالع تعمل ايه؟ مستصحب انك ستسأل.